الصورة المحلية متواصلة معكم من قناة الشروق وفيها بعد قليل. وأهل الخرطوم يعد بتوفير السكن الشعبي لكل الأسر بالولاية. من المواطنين الذين عبروا عن تقديرهم لمبادرة والي الخرطوم لتحقيق حلمهم في الحصول على السكن وتوقف معاناتهم مع ارتفاع الإيجارات، كما أعلن الوالي أن الولاية مهتمة للغاية بتسهيل سداد أقساط السكن مع منح ذوي الاحتياجات الخاصة أولوية في تسهيل سبل الحصول على السكن وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية.